ام بي بوم يعني طاقة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. احنا شباب البوم. السلام عليكم. عليكم السلام. أبطل غدا وأنا موعد العيال بالاستراحة. بدري عندي الشغالة. يا ميري. ميري. نعم ماما. وين الغدا؟ أنا قايلت لك إنك تجهزينه الساعة 2. الحين 2:15. بس 5 دقائق خلص. والله دلعتوها، المفروض تلتزم بالوقت وتنضبط. وانت وش مالك عملك مساجل؟ وش عندك؟ لا بس عندي موعد مع اخوياي ومعطيهم كلمه، وتعرف انا كلمتي سيف. كلمتي سيف؟ اللي يسمعك يقول وعد من وكلاء وزاره. كيف تعوشك ان شاء الله يديم النعمه؟ اي والله انك صادق. الله يديم النعمه. ما تسمع الجرس؟ ورا ما تقوم تفتح الباب. ورا ما ميري تروح تفتح الباب. تبيها تغسل لك وتطبخ لك وتفتح الباب؟ انت مالك رجلين؟ كم افتح الباب انت؟ كم؟ سم سم ابشر. هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اقول وين امك؟ في المدرسه. يعني وين بتكون؟ داخل بالبيت. أقول لا تكثر كلام معي. يلا روح نادها وقولها جارتك أم سلطان تبيك. يلا. سلامات، ليش تنفخين؟ ولا علشان معس فزعة؟ إيه أنا فزعة. البادي جارد راح نادى أمك راح تطق براسي. شلون أمك؟ يلا روح نادها. يلا. اقعد يا القدحة. توزاية من حجاب. والله قوية. عاد حداك يا بنك. دقيقة. مستعجلة مرة، باقي ساعات وطيارة الباريس تقلع، فقلت أجيب شغالتي عندك. يا حليلها طيبة وحنونة، قلت مالي غير جارتي وصديقتي أم عامر، هي اللي تقدر تشيل الموضوع عني. يعني خبرك، تذاكر وفيز وكل هذه خسائر أنا ما أقدر عليها. الصراحة ما أدري وش أقول لك، فاجأتيني. شوفي لها 10 سنين عندي، ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفي وش حليلها، لها فم ياكل ما لها فم يتكلم، تحطينها على الجرح يبرى، اكرفيها مثل ما تبين. ها وش تبين اجيب لك من باريس بسرعه؟ ما ادري لو في جلابيات. جلابيات؟ شفتي جلابيات؟ ايش الله استغربت. يا حبيبتي هذه باريس. مالك مالك، خلي الهديه عندي، هديه وتستاهلك. استاذنك الحين لاني مره مستعجله. انا وصيك على ماما، ماما مره كويسه. مع السلامه. وبتجلس عندنا كم يوم لين ترجع أم سلطان من باريس. الله صرنا أغنياء، خدامتين. يا حليلها ويا حلى ذهبها، شكلها كيوت. انت خيوت. انت فلة. الحين أم سلطان رايحة لباريس وكاش ومسوية زحمة، ما تقدر تشتري تذكرة لشغالتها وتاخذها معها. حجيب والله، انت وش دخلك؟ هذه ضيفتنا عندنا لما تجي مع زوجتها، وبعدين شيء بلاش ربحها بين. ليش كده؟ هذا تاكل 5 دقيقة؟ انت جيب كلام جديد؟ يا هليلش، اذا شخلص كويس ما في خوف. انا شكل احسن من انت، شبك كبير. انا شبك كبير؟ يا كتكوتة يا دلوعة. جوي الهوش المطلع، تصدقون جوهم احسن من شكوش وكفتة. خلاص خلاص ميري،
هذه شغالة جارتنا أم سلطان، هي سافرت باريس وبتخليها عندنا كم يوم. بعدين حنا ما نستغني عنك ولا عن طبخك اللي أتمنى عليه. شكراً ماما. عفواً ماما. يلا خذيها وديها فوق. أنا أرومها الأشكال؟ إيه روحي مع ذي الأشكال. إيش ذا النشبة؟ يلا يلا خذيها. يلا تعال. كل فيلم البطل هذا الغرفة أنا. وش هالغرفة هالصغيرة؟ أنا وين أنام؟ جيب فراس ونوم على الأرض. أنا نوم في الأرض؟ أنا نوم في السرير، أنت نوم في الأرض. لا 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 لا، أنت نوم على الأرض. لا أنت نوم على الأرض. لا أنت نوم على الأرض. أقول لك أنت نوم على الأرض. لا أنت. أنت. لا أنت. 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 هنا. أنت. هنا. أنت. هنا. ما يبغى نوم على الأرض. لا يبغى شيء صغير أنا. ما في مشكلة ماري، دي ضيفة عندنا، تجلس يومين ولا ثلاثة وبتمشي، أعطيها سريرك. لا هذا سرير حق أنا، ما يبغى هذي كلام الثاني. هي نوم أرض ولا أعجبت هو. انتوا منشوفين؟ منشوفين؟ كيف انوم على الارض؟ يجيب لي السرير ولا رجع بيتنا انوم على سريري؟ وشلون تروحين بيتكم وعزبتك سافرت؟ وانا ابتلشت فيكي؟ دقي على الهينة، الهين تدقين عليها. وش ذا البلشة؟ تقول رجعوني البيت؟ شو اسوي لها الحين؟ يا قو وجهها، تحمد ربها نظفينها. عامر، ابعطيك قروش، روح هالحين لاقرب محل اثاث واشتري لها سرير وجيبها بسرعة. سلامات يبا، لي سنتين أقول لكم سريري من كسر ومايل تقولوا لي بعدين بعدين، والحين يوم جد ذي على طول تقول له سرير جديد. تراها شغالة جارتنا أم سلطان ومخليتها أمانة عندنا، والحين مسوية مشكلة تقول أبي أرجع بيت الكفيلة. حنا وش دخلنا؟ سلاماتها ترجع. عامر أنا وش قلت؟ سم يبا، يجي الرونة أطلق سرير. سرير جديد؟ سرير جديد كبير مسمسم سرير انت. ما علش ما في مشكلة. وش هالمطبخ؟ ما في حلويات؟ كاكاو؟ شيبسات؟ ما في حلاوة كاكاو وشيبسات هنا، روحي بخالة. ماري وين ايس كريم حقي؟ هذا خدع ما مجنون، ممكن هي اشيل. وخذت الايس كريم حقي المشفوحه. واذا اخذته عليها بالعافيه، لا تنسين انها ضيفتن عندنا. سأنا اقول كل يوم راسي يوجعني، حلقي يوجعني، ما ادري وش يوجعني. اسمعي عاد، من اليوم ورايح الايس كريم ما يدخل بيتك. عجيب. انت ايش هذا؟ خدامه انت؟ لا أنا شغل ميك اب ارتست، وهذا خدامة أنا. أنا في شغل الكهرباء، سوي جولة؟ ندخل جولة وجهفلة من جولتين. جهفلة كرتي أبي، جل. يلا يا عيال.
يا الله صباح خير. سم يا ابو عامر وش فيك؟ وين ماري؟ لا جهزت حضوري ولا في بعد. غريبة، العادة من الساعة 6 الصبح وهي صاحية، والحين الساعة 10 وتوها منزلت؟ ما علينا، روح إلى المطبخ جهزي فطوري، خلي أخذ علاج السكر. أبشر أبشر أبشر. صباح الخير ماما. صباح النور. وين ميري؟ ميري نايمة، جالسة على جوال لين فجر. أقول لها نومي نومي، ما يسمع كلام، الله يهديها. يصير خير. أوف 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 أوف، وش ذا؟ هذا فطور فنادق. ذيرونا يا حليلها، خدتها مسنعة، صحت قبل هالخبلة ميري وجهزت ذا الفطور. ها إلى الحين ما صحت ميري؟ توها صحت، لكن عطيتها كلام علشان ما تسهر مرة ثانية. غريبة، مو من عوايدها ميري. سمو سمو، أهم شيء الفطور زين. أتحداك الفطور البطل. عطني يد بلاي ستيشن. صحيح أنتي، ذي اللعبة صعبة. شجاعوة، أنا أعرف ألعبها، صرت أفوز. أعطيني بس أشوف، أعطيني. الله وريني. يا ميري ميري ميري. أيوة سلامات، لي ساعة ناديس ما تسمعين؟ أنا في مطبس وين مرقوق قدع. أم عاد مرقوق أجل أبد، فليها وخذي راحتك، هذا غسيل وكوي أبيها بكرة. أوكي كفو. على والله أخلط أخلطهم. شي كفو يا رونا، لي أسبوع ألعب ضد الفريق ولا فزت عليه، والأخير أنت تجين تفوزين عليه. إلا تخدمتنا بدل ميري والله، بس والله ميري عليها طبخ المخ. بس 10 دقيقة ماما. سمو سمو، وش ذا؟ مهبولة انت، شو مسوية؟ ايش في؟ اوف اوف اوف، لا حد ياكل، الاكل مليان ملح. انت وش مسوية؟ ما اسوي شاي. انقلعي انقلعي. الشغالة هذه بدها تمشي على ورا، كل ابطالها مسالبة، تبي تسفير؟ احس انها تتعمد الحركات دي، واضحة ومعروفة. رونا أطلق منها ورونا تلعب سوني. هم عاد تلعب سوني؟ ما أدري وش جاها، دايم تتعذر برونا والمشكلة في رونا. ورونا ما لها دخل، والمشكلة في ميري، شكلها تبغانا نسفرها. الله تنعس الصاعة، تقصلين تطبخين تنظفين، وش هالشغل ذا؟
ويقول أنا ما في كويس؟ أنت سبب أعطيهم وجه. كم يعطون نسرودة؟ 1500 ريال. بس 1500؟ أنا رد بـ2000 وشوي نص خلش. 2000 ريال؟ إيه 2000. ما أطبخ ولا غسيل، بس أنظف وفي ليل أدخل على تيك توك أطلع فلوس أكثر. كيف أدخل تيك توك؟ كفتة ضحكنا معك؟ كفتة أي شيء سامج يضحك منه. مرة شفت كفتة يتابع فيلم رعب مرة يخوف وهو ما يضحك، وأنا نفس الفيلم ذا شفته يا أبوك يومين ما نمت. أنا جالسة أشوف تنتين بالتيك توك يقول له ده عامر، والله ضحكوني مرة. تستهبل، أم عادي قلدوني. ما أنت مصدق أنت وهو؟ هيا هيا تعالوا هيا. كالسامع الكفو تسوى ملايين، ورني ولا السلايب ما منهم رجال، واللي ما خواشر وهم مسكين. أوف 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 أوري سميري ماخذ ثيابي. يعني ليش ابو عامر خرج كذا؟ يمكن هذه اللي تفت اسمها ميري اخته وزعل عشان اخذت ثيابه. يا شيخ على شحم تكفى. ما عليك زول. ملايين ولا السلايب ما منهم رجع، واللي ما خواشر وهم مسكين. انا اشهد انهم عاشوا في شجاع. كالسامع الكفو نسوى ملايين، ولا السلايب ما منهم رجع، ولا السلايب. عجيب والله، اعلموا درجي. يو ما اقول لك على باريس وجمال باريس وحلاوه باريس، والله اشتهيت تكوني معي هناك. قولي لابو عامر يوديك هناك. وين وين يا ام سلطان؟ ابو عامر لو ودانا الشرقيه يجلس سنه يذكرنا فيها. ما علي ما علي. يو نسيت هديتك في البيت. معليش سامحيني، المرة الجاية أجيبها لك لما أجيك، زين؟ أقول لمعامر وشلون رونا معك؟ عسى ما تعبتك بس. تبين الصدق؟ الثنتين جننوني، شغالتي ما عاد بيها تجلس عندي ولا دقيقة، واحتمال أسفرها. رونا؟ وش مسوية يا مسودة الوجه؟ أنا ما أسوي شاي، أنا مسكينة. سكين، خلنا نوصل البيت ونصير خير. أقول معامر، يعني أنت أختي وصديقتي وأنا ما أرضى لك التعب والهم. وش رأيك لو كانت شغالتك متعبتك أخذها معي، يعني أنقلها على كفالتي ومشيها على عجين ما تلخبطها. أصلاً كذا كذا أنا محتاجة شغالة ثانية، أنت شايفة بيتي كبير مرة. خلاص أكلم أبو عامر. هاي أجل رحت باريس، جو باريس حلو، وأنت جلسة في البيت يا الكذابة. كذابة بعينك. نسيتي؟ نسيتي يوم أنا وإنتي مخططين وطابخين سوا؟ مرة حلو، حبيت. علميني طريقتك، حبيتها. ده طبخ ميري. ميري شغالة؟ هي شغالة. ما شاء الله تعرف كل شيء، قرصان، مرقوق، الرز البرياني والكبسة، كل شيء كل شيء تعرف. الحمد لله الله وفقني فيها. وتعطينا نفس الراتب؟ هي نفس الراتب. ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يهنيك. والحين مين قدي؟ عندي شغالتين، شغالتي الغالية حبيبة قلبي اللي تفهم علي وهي طايرة، طبختي العمر ملكة زماني. يلا روح أشوف الحين الطبخ وش صار عليه. يا ميري يا المدرودة، خلص الأكل ولا لسه؟ 10 دقيقة أكل خلاص.